السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفذت إيران السبت حكم الإعدام بحق لاعب المصارعة نويد أفكاري، وذلك رغم تحذيرات حقوقية ودولية من الإقدام على هذه الخطوة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مؤخرا السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال أعمال شغب جنوب البلاد صيف سنة 2018. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: علمت أن إيران تستعد لإعدام نجم كبير في المصارعة نويد أفكاري 27 عاما، وكل ما فعله هو أنه شارك فحسب في مظاهرة مناهضة للحكومة. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: أقول للقيادة الإيرانية سأكون ممتنا حقا لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه، شكرا لكم. وأشار موقع ميزان أونلاين الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى أن المصارع السابق نويد أفكاري أدين بالقتل العمد لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز جنوب بسكين في 2 أغسطس آب 2018 وقتله. وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحا لمظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين أن عدد من المباني الدينية تعرض لهجمات خلال هذه الاضطرابات، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب، لا سيما بعد أن أفادت معلومات صحفية نشرت في الخارج بأن إدانة أفكاري تمت بناء على اعترافات أنتجت تحت التعذيب. وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقل عن 251 مدانا هي الدولة الثانية في العالم بعد الصين في قائمة أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام وفقا لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.